أهلا بكم. طوفان الأقصى الصورة الشاملة، وفيها نواكب تطورات الميدان ونقرأ في الصور الآتية من غزة، حيث آلة القتل الإسرائيلية لا تشبع فتحصد المزيد من الضحايا. لكن في غزة أيضا صمود يؤرخ لشعب التحم بمقاومته، وخارج غزة جبهات تسند وتدعم بالفعل قبل القول. وإلى الصورة الشاملة والصورة الحية على أرض الواقع نذهب إلى شبكة مراسلينا، أكرم دلول من غزة، فرح عمر من جنوب لبنان، ناصر اللحام من بيت لحم، وحسان الرفاعي من بيروت. نبدأ مع الزميل ناصر اللحام، أو بالأحرى من جنوب لبنان، كونه كان في تطورات حتى اللحظات الأخيرة قبل بدء الصورة الشاملة، مع زميلة فرح عمر من جنوب لبنان. تفضلي فرح، كيف المشهد الآن؟ نعم علا، تحية لك والمشاهدين. منذ دقائق عديدة تم استهداف موقع ريشة الإسرائيلي مقابل بلدة البستان، وأيضا موقع الجرداح الإسرائيلي يعني صواريخ موجهة. تم استهداف هذين الموقعين، ومنذ ذلك الحين والقصف الإسرائيلي على القطاع الغربي مستمر. يعني الصورة تظهر، يعني نحن هنا قبالة الناقورة، حيث تم استهداف هذه الأحراج بقصف عنيف لا يزال يستمر حتى هذه الساعة. الاحتلال الإسرائيلي استهدف المنطقة الواقعة بين الناقورة ومنطقة اللبوني بأكثر من 50 قذيفة في الدقائق القليلة الماضية، وأيضا كان هناك قصف على الأطراف الشمالية بين الجبين ومجدل زون. ونتيجة هذا القصف الإسرائيلي سقطت قذيفة في منزل في بلدة الجبين. هذا القصف المدفعي الإسرائيلي متواصل على محيط بلدات القطاع الغربي منذ لحظة استهداف موقع ريشة الإسرائيلي وموقع الجرداح، وقام أيضا الاحتلال الإسرائيلي بقصف الأطراف الشمالية بين بلدتي الجبين ومجدل زون. وبطبيعة الحال يعني كنا قد شهدنا في ساعات الصباح الأولى قصف طال هذا أو قذائف أطلقت في المنطقة الواقعة ما بين الناقورة ومنطقة اللبوني، أدت إلى احتراق هذه الأحراج. والآن يعني يمكن مشاهدة سحب الدخان تتصاعد من الأحراج الواقعة ما بين الناقورة ومنطقة اللبوني. بطبيعة الحال أيضا القصف المدفعي الإسرائيلي يعني طال قرب أو وصل إلى قرب موقع الجيش اللبناني في منطقة رأس الناقورة، وأطلقت بطبيعة الحال قوات اليونيفيل في مقرها صفارات الإنذار عقب القصف العنيف الذي تشهده محيط بلدات القطاع الغربي. إذا لأذكر سريعا ما حصل في الدقائق القليلة، جرى استهداف موقع ريشة الإسرائيلي وموقع الجرداح من الأراضي اللبنانية، تبع ذلك قصف عنيف إسرائيلي على محيط بلدات القطاع الغربي. هذا القصف استهدف المنطقة الواقعة بين الناقورة واللبوني بأكثر من 50 قذيفة، ما أدى بطبيعة الحال يعني إلى اشتعال، أو أساسا يعني هذه الأحراج كانت مشتعلة بطبيعة الحال، وسحب الدخان لا تزال حتى هذه الساعة يعني تتصاعد منها. هذا القصف المدفع الإسرائيلي اقترب من موقع للجيش اللبناني في منطقة الناقورة، وجرى أيضا قصف على الأطراف الشمالية بين الجبين ومجدل زون. هذا القصف طال أحد المنازل في بلدة الجبين. هذه يعني التطورات التي حصلت في الساعات الأخيرة. بطبيعة الحال ننتظر بيان المقاومة الإسلامية فيما يتعلق ب عملية استهداف موقع ريشة وموقع الجرداح، كما أن المقاومة، دعيني أذكر، أنها أصدرت بيانين اليوم. الأول أعلنت عن استهداف الأجهزة التجسسية والفنية لموقع بياض بليدة بالأسلحة المناسبة، وحققت فيه إصابات مباشرة، وهنا نتحدث بطبيعة الحال عن قتلى وجرحى في صفوف الجيش، جيش الاحتلال. وأيضا كان هناك بيان آخر
أعلنت فيه المقاومة عن استهداف التجهيزات الفنية لموقع المطلب الأسلحة المناسبة وحققت فيه إصابات مباشرة. هذه هي بطبيعة الحال التطورات في القطاع الغربي علا، بينما يستمر القصف على محيط بلدات القطاع الغربي. نعم، كل الشكر لك يا زميلة فرح عمر مراسلة الميادين، كنت معنا من جنوب لبنان. مشاهدينا نذهب إلى مؤتمر صحفي لحركة حماس، فإلى هناك. استطيع القول أنه عداد القتل مستمر كل لحظة، لم يتوقف. إحنا تقريبا عدد الشهداء لدينا قفز أكثر من 8100 شهيد، وأكثر من 21000 مصاب، وكذلك هناك أكثر من 2000 من المفقودين حتى هذه اللحظة تحت الأنقاض. ونقول أيضا أن نسبة 42% من الشهداء المدنيين الأبرياء هم من الأطفال، وهناك أكثر من 1600 امرأة قتلت واستشهدت في هذه الحرب، وهذا دلالة على أن هذا الاحتلال لا يميز إطلاقا، إنما يقتل بشكل أعمى وبشكل مفتوح في كل مناطق قطاع غزة. أستطيع أيضا القول بأن هناك أكثر من العمليات القتل الجماعي، هناك ما يقارب من 880 مجزرة ضد العائلات، يعني بمعنى عائلات كاملة، الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد، 881 عائلة محيت واستشهدت، بالعدد الإجمالي أكثر من 6000 فرد استشهدوا في ظل عمليات المجازر والمذابح الجماعية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. في أيضا هذا الاحتلال لم يتوقف عن استهداف المساكن، حتى الآن التقدير الإجمالي أن هناك 200000 وحدة سكنية قد تضررت في قطاع غزة، منها 32000 دمرت بشكل كامل ولم تعد صالحة للسكن. طبعا هناك أيضا استهداف للصحفيين، نحو 35 صحفي قتلوا في هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني. عندنا 116 من الطواقم الطبية والصحية العاملة في المجال الطبي والصحي أيضا قد استشهدوا في هذا العدوان، وكذلك هناك 18 من رجال الدفاع المدني. وأذكر أيضا أنه قبل ذلك قتل أو استشهد 35 من طواقم المنظمات الدولية العاملة لدى الأمم المتحدة. طبعا تم استهداف تقريبا حوالي 47 مسجد، وتم استهداف 3 كنائس في قطاع غزة، وتم أيضا تدمير ما يقارب أو الحاق الضرر بحوالي 203 من المدارس، خاصة تلك التي تؤوي النازحين داخلها. طبعا الاحتلال الآن بدأ يقدم على جريمة خطيرة، وهي جريمة تهديد المستشفيات. طبعا كثير من المستشفيات تلقت تهديدات بالقصف وبالتدمير، منها مستشفى الشفاء ومستشفى القدس والأندونيسي، وهذه يعني خرق فاضح للقانون الدولي والإنساني. وطبعا اليوم شفتوا صار يضربوا في محيط المستشفيات كنوع من التهديد والإرهاب للعاملين في الطواقم الطبية. إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر من هذا المؤتمر الصحفي لحركة حماس، ونعود إلى الصورة الشاملة الواقعية على الأرض. وطبعا الصورة دائما العين عليها مع زملائنا وتحديدا من غزة، زميل أكرم دلول، يعطيك ألف عافية أكرم. وربما يعني بالنقطة اللي كان يتحدث بها في المؤتمر عن استهداف المستشفيات، بالإضافة طبعا إلى أنه الوضع بات معروف أنه يزداد سوء بغزة. تفضل أكرم. في يبدو مشكلة مع زميل أكرم دلول، إلى حين جهوزية الصوت والصورة نتابع مع شبكة مراسلين. ننتقل إلى ناصر اللحام، مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة، وهو معنا من بيت لحم. ناصر يعطيك ألف عافية. أيضا هناك اليوم في تطورات، بدأت الصواريخ تصل إلى المستوطنات، وهذا تطور أيضا ميداني بحد ذاته، في تخبط يعني يتضح أكثر وأكثر إلى العلن على صعيد الوضع السياسي. لكن دعني أبدأ معك على خلفية الفيديو الذي انتشر للأسيرات وبالرسالة اللي توجهوا بها إلى القيادة الإسرائيلية. بداية، ما
يعني ماذا عن ردة الفعل الأولية لدى القيادات؟ تحياتي علاء. أولا ونحن نتحدث الآن الصف الرابط الجوي في الجليل الغربي. اثنين، الفيديو قررت يبدو الرقابة العسكرية ويبدو أيضا برقابة ذاتية قررت وسائل الإعلام الإسرائيلية، التلفزيونات، الإذاعات، الصحف ألا تنشر الفيديو. نشروا صور الأسيرات الثلاث وكتبوا أن هذه حرب سيكولوجية من حماس لن نشارك فيها، وادعت معظم القنوات الإسرائيلية أن حماس أجبرت الأسيرة أن تقول هذا الكلام، لكن واضح تماما أنها كانت في حالة انفعالية شديدة جدا أكبر من أن تلقن في هذه اللحظات صراخة على القصف، وخصوصا حين قالت أنت تقتلنا جميعا. السخرية في الموضوع أن القنوات الرسمية يعني الإعلام التقليدي يرفض نشر الفيديو، لكن الفيديو انتشر كالنار في الهشيم عبر السوشيال ميديا في كل بيت وفي كل العالم، ليس فقط هنا، في أمريكا وفي كل مكان يتنقله الجميع وبالصوت والصورة والانفعالات. ولكن قررت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تغمض عينيها وأن لا ترى ماذا قالت الأسيرات، وخصوصا معظم المواقع كتبت أسيرة تشتم نتنياهو وأنه هذه حرب سيكولوجية. مواقع كثيرة، موقع يلا يدعوت، قناة 12، إسرائيل اليوم، قالوا نحن لن نشارك حماس هذه الحرب السيكولوجية على الجبهة الداخلية الإسرائيلية. هذا رأي وسائل الإعلام التقليدية وليس رأي أهالي الأسرى والأسيرات الذين سرعان ما سنسمع صوتهم. نقطة ثانية، طيب اعذرني ناصر، سأعود إليك لأنه أيضا يجب الوقوف عند التطورات الميدانية وأريد أن أعطيك باقي الوقت، لكن مضطرون للذهاب للزميل أكرم دلول نتيجة المشكلة دائما في الحصول على الاتصال من غزة. أكرم أنت معنا الآن، تفضل. نود الوقوف معك على المشهد اللي نعرفه لكنه يزداد سوء على الأرض، وتحديدا مع بدء الاستهداف المباشر لمحيط المستشفيات والتهديدات الجدية لهذه المستشفيات واللي عددها كبير، إن كان يعني هي أم بمن فيها. يعني بالتأكيد على استهداف المستشفيات بالمناسبة هو نهج تنفيذ إسرائيل منذ اليوم الأول لعدوان قطاع غزة وهذه الحرب المدمرة، وبالتالي يعني مزيد من المستشفيات تدخل على خط المواجهة، تحديداً منذ ساعات الأمس وحتى الآن المستشفى التركي. هذا المستشفى بالمناسبة ما زال يتعرض لوابل كبير من الغارات الجوية الإسرائيلية، وكذلك استهدافه يتم أيضا قنابل الفسفور. طب ما أكدت لنا إدارة المستشفى على ما يبدو أن تضع جاهدة يعني إخراج من هم بداخل هذا المستشفى للخارج، مع العلم أن من يتواجدون بداخلهم المئات من مرضى السرطان، خاصة وأن هذا المستشفى هو المشفى الوحيد في قطاع غزة الذي يعالج مرضى السرطان وكذلك الأورام والأمراض المزمنة. إضافة إلى ذلك هناك استهداف أيضا مستمر لمحيط المشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، وكذلك مشفى القدس الذي ما زالت على مدار الساعة تهدده قوات الاحتلال بالقصف وتطالب بضرورة الخروج منه. لكن مشفى القدس حقيقة يعني قد يكون الوضع فيه كارثي أكبر، على اعتبار هناك يعني أكثر من 14,000 نازح ما زالوا في ذلك، إضافة مئات والمصابين. بالتأكيد يعني مزيد من التدهور تتعرض له المنظومة الصحية في غزة. ألو. تفضل أكرم نسمعك. يلا يلا يلا. يبدو انقطع الاتصال من جديد مع أكرم دلول. سأعود إليك ناصر لتنهي فكرتك، بالإضافة إلى طبعا التطورات الميدانية اللي كان يجب الوقوف عندها، بالإضافة في بنت طرح خطة من 10 نقاط، كلها إذا أمكن أن تجمل لنا إياها لو سمحت. في الحقيقة جاء الفيديو الذي أطلقته كتاب القسام تماما من مسيطرة من الناحية السيكولوجية والإعلامية، وليس عيب أنها تسيطر سيكولوجيا في وقت يتهم فيه نتنياهو بالكذب وأنه يضل الجبهة الداخلية الإسرائيلية وأجهزة الأمن، خصوصا رسالة ليبرمان الأكثر يمينية الذي قال بأنه في 2016 حذر نتنياهو من سيناريو طوفان الأقصى، ونتنياهو كان يكذب إذ قال لم يحذرني أحد وحاول أن يبرئ نفسه. نتنياهو متهم حتى الأبد
في كل شيء، ليس فقط بالفساد، بالكذب، بالإدارة، بالتعيينات. في كل يوم الصحف العبرية تحمل اتهام له. منع النشر على طريقة صورني وأنا مش منتبه، يعني على هذه الطريقة الإسرائيليين أغمضوا أعينهم وقالوا لم نشاهد فيديو، لكن الفيديو في السوشيال ميديا في كل مكان. ولاحظت مؤخرا في خصوصا تطبيق تيك توك بأنه العائلات الإسرائيلية والمستوطنين الجنود يستخدمون تيك توك بشكل مفرط. بشكل مفرط، ويوجهون رسائل تهديد للفلسطينيين. حتى الجنود الذين يعتقلون الفلسطينيين في الضفة الغربية يقومون بتصوير الاعتقالات وإجبار الأسرى الفلسطينيين وهم مغمضي الأعين على حمل علم فلسطين ونشرها عبر تيك توك. وبالتالي الاعتماد الأول للجبهة الداخلية الإسرائيلية على السوشيال ميديا وليس على الإعلام الرسمي التقليدي. وأيام الرقيب العسكري ولت ولن تعود. النقطة الثانية، الصواريخ التي سقطت قبل نحو ساعة كانت وصلت القدس بشكل مكثف، وهذه أول مرة منذ أسبوعين أو 11 يوم. سقطت في عدة مناطق، المستوطنات في بيت لحم سقطت فيها، جنوب بيت لحم، منطقة حاجز النشاش، بيتار عليت، أفراط، شاهدها السكان الفلسطينيون وهي تنفجر في السماء أو على الأرض. هذا الاستهداف للقدس بهذه الطريقة أيضا رسالة سياسية، إذراعنا الإسرائيليون أنه مع مضي الوقت سينفذ أسطول المقاومة من الصواريخ. كل الشكر لك زميل ناصر اللحام، مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة، كنت معنا من بيت لحم. يسعدني أن أستضيف الآن مشاهدينا معنا هنا في الاستوديو غسان جواد الكاتب السياسي، أهلا وسهلا بك معنا. يعني تطورات كثيرة على كل الصعود، لكن دعنا نبدأ بما كنا قد بدأنا به من التطورات في لبنان، باعتبار أنه اليوم كان في التوسع الأكبر لرقعة المعارك والقصف منذ بداية طوفان الأقصى. ما الذي يعنيه هذا؟ ونحن أمام معطى جديد تحديدا يعني من الساحة اللبنانية، نحن بانتظار كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الجمعة. ماذا يعني هذا التوسع قبل أيام؟ يعني نحن في الجنوب أمام جبهة عمليا طولها 100 كيلو متر، وهي قائمة على الإشغال واستهداف العدو واستهداف جنوده وأجهزة المراقبة والمواقع العسكرية، ويبدو أن عمق المواجهة وعمق الاستهداف داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة يجري توسيعه من قبل المقاومة. والإسرائيلي يرد بالاعتداء على القرى اللبنانية والمنازل اللبنانية والأراضي الزراعية، ولا تزال الأمور في الجنوب تأخذ المنحى المنضبط، مع أن هنالك حرب حقيقية قدمت فيها المقاومة شهداء رحمة الله عليهم وجرحى، وهنالك أيضا قتلى من جيش العدو الصهيوني، وهذه الجبهة مرتبطة بشكل جوهري بالميدان الغزاوي. هي وظيفتها منذ البداية الإشغال، الإرباك، استنزاف العدو، جاء تشتيت قدرات العدو. بالمقابل ممكن أن نشرح هذه الغزاوي النقطة أكثر، يعني ماذا يعني إشغال؟ يفترض يعني إشغال، عندما نقول دائما الساحتين مرتبطتين، بأي معنى إشغال؟ بالمعنى العسكري. المجازر يعني ما زالت مستمرة، كيف شكل هذا الإشغال؟ هل هو يعني فقط نحن من ناحية نستهدف العدو الموحد، أم هو فعلا له تداعيات على الميدان في غزة؟ كيف الربط؟ بالتأكيد له تداعيات عسكرية على الميدان من خلال إجبار العدو الإسرائيلي على نقل قوات عسكرية وازنة وألوية وفرق مهمة جدا إلى الشمال، وتعزيز ألوية الشمال وقوى الدفاع في الشمال، يخفف الضغط العسكري عن غزة، ثم يكبد العدو الإسرائيلي في هذه المواجهة خسائر حقيقية تجعله يفكر كثيرا بتوسيع الجبهة في لبنان، وأيضا يفكر كثيرا بمآل هذه الحرب كلها اليوم بغزة. وطالما أن الصمود الغزاوي الأسطوري اليوم يعني قائم بهذا الشكل من قبل المقاومة، فإن المقاومة في لبنان تعمل على الساحة اللبنانية لناحية المعركة والتشتيت بين لبنان وإسرائيل. على الصعيد اللبناني ما الذي تركز بعد كل هذه الأيام لناحية هذا الصراع بين لبنان وإسرائيل؟
في الكثير من الأمور، يعني حتى على صعيد المعركة بيننا وبينهم بشكل منفصل. تركز أن المقاومة حاضرة وقوية ولديها الإمكانية على المواجهة ولديها إرادة القتال، بخلاف الجيش الصهيوني الذي يعني يبدو من خلال التيك توك والسوشيال ميديا وما نراه عن الجنود الجدد، هم غير يعني لا يملكون إرادة القتال، بخلاف شعبنا ومقاومتنا وأهلنا وناسنا إن كان بفلسطين أو بالمقاومة اللبنانية. ومن ثم هذه رح تفتح على قواعد اشتباك جديدة وعلى مسارات يعني بالمرحلة المقبلة بدنا نراقبها ونتابعها، قد تكون أيضا مسارات سياسية يعني بجزء منها بعد انتهاء المعركة. طالما أن غزة صامدة وطالما أن المقاومة الفلسطينية منذ اليوم الأول لا تزال قادرة على المبادرة على تكبيد العدو الخسائر على إطلاق الصواريخ وعلى العمليات النوعية، هذا الأمر يجعلني أعتقد بأن جبهة الشمال جنوب لبنان ستبقى بهذا المستوى إلا إذا أراد العدو يعني من خلال اعتداءاته قصف المدنيين قصف المنازل توسيع دائرة الحرب وتوسيع دائرة الاعتداءات، الأمر الذي سترد عليه المقاومة بالأسلحة وبالطريقة المناسبة. وبالأمس شاهدنا تطورا في وتيرة عمل المقاومة، كل يوم يسجل تطور حقيقة وتدرج في الانخراط يعني. لناحية المواقع اللي يتم استهدافها. نعم. ننتقل إلى سيد داود الشاب مسؤول المكتب العلمي في حركة الجهاد الإسلامي وهو معنا من غزة. سيد داود أهلا وسهلا بك معنا، دعني أبدأ من التطورات الميدانية اليوم، الاستهداف المباشر للمستوطنات بشكل مباشر، هذا ماذا يقول، ماذا في ترجمته؟ يعني أولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللسادة المشاهدين جميعا، والرحمة لشهداء الشعب الفلسطيني والرحمة أيضا لشهداء لبنان في هذه المواجهة، الشهداء على جبهة غزة وجبهة الضفة الغربية وجبهة لبنان، هؤلاء عناوين كبيرة يجسدون اليوم ملحمة عربية وإسلامية وفلسطينية عنوانها الأساسي الطريق إلى القدس. وهذا الطريق نحن نعرف أنه معبد بالتضحيات، ليس طريقا مفروشا بالورود، هذا طريق معبد بالتضحيات الجسام والكبيرة، وعلى مدار سنوات الصراع والشعب الفلسطيني يقدم تضحيات والمقاومة تسجل إنجازات وتسطر بطولات وتضحيات كبيرة في الميادين في كل جولاتها وفي كل معاركها. اليوم المعركة أختي الكريمة تواصل، يعني المقاومة اليوم تواصل صمودها في المعركة، هذه المعركة هي امتداد لكل المعارك السابقة، وعلى غرار كل المعارك السابقة تتواصل يعني عمليات المقاومة، تتواصل بطولاتها إذا كان على مستوى يعني إطلاق الصواريخ التي تصل إلى العمق الصهيوني في شعاع نار داخل العمق الصهيوني مدى يزيد عن 80 كيلومتر، ونحن رأينا بعض صواريخ المقاومة التي ضربت حيفا والتي ضربت ديمونة وغيرها، هذا يعكس الحقيقة مدى الجاهزية والاستعداد ومراكمة القوة لدى المقاومة الفلسطينية التي لم تتأخر يوما ما عن الفعل. يعني المقاومة الفلسطينية نحن نتحدث على سبيل المثال عن سرايا القدس التي خرجت من معركة في شهر مايو الماضي، معركة لمدة 5 أيام، كانت معركة ضارية وكبيرة ثأر الأحرار، واليوم أيضا يعني تنخرط بكل قوة وبكل فاعلية في هذه المعركة. على مدار الوقت المقاومة الفلسطينية في أتم الجاهزية وفي أتم الاستعداد، وهي دائما مسنودة بهذا الدعم وهذا الإسناد لمحور المقاومة. ما نقول اليوم إنه الفعل المقاوم لا يتوقف، المقاومة لا تبرح ميادين القتال على الإطلاق، والمقاومة أيضا لا تلقي بالا لما يتردد في وسائل الإعلام هنا وهناك من حديث عن مفاوضات حول تبادل الأسرى أو حول وقف إطلاق النار، المقاومة تؤدي واجباتها وفعلها في الميدان بصرف النظر عن أي معطيات أو أي ظروف سياسية محيطة، لا تلقي بالا لكل ذلك،
همها الأساسي، مهمتها الأساسية الآن هي أن تبقى أقدامها راسخة وثابتة في الميدان وتواصل عملها وتواصل قتالها وتواصل جهادها بصرف النظر عن كل العوامل والظروف الأخرى. طيب هذا سيد داود كيف يتم تلقفه؟ هذا الصمود، هذا يعني النجاح في كل مرة في طرد المحتل بمحاولاته ربما للمرة المليون للتوغل في قلب غزة، وربما كان اليوم التوغل الأعمق وبرضه فرض عليهم التراجع. هذا الصمود للمقاومة حتى بتكتيكاتها، حتى بأسلحتها، حتى بالمديات التي تصل إليها باستهدافاتها، هذا كله كيف ترجم؟ ماذا يأتي من الدول المنخرطة في الوسطات؟ ماذا يأتي على صعيد الاتصالات؟ كيف ترجم هذا الصمود والنجاح؟ يعني دعيني أنا أوضح يعني مسألة يجب أن يكون المشاهد واعيا لها بشكل جيد. أولا التغولات الإسرائيلية، تغولات جيش العدو الإسرائيلي لم تصل إلى عمق قطاع غزة، هي توغلات في مناطق مفتوحة، مناطق فارغة في عمق لا يزيد عن كيلومتر في شمال قطاع غزة. وبالمناسبة يعني حتى كان هذا التوغل محمي بطيران وبسلاح الجو كثيف جدا، بضربات جوية أو بغارات جوية كثيفة جدا حتى يؤمنوا هذا التغول، وربما شاركت في هذه الأسراب كبيرة من الطيران الإسرائيلي. هذا يعني أنه العدو يفقد القدرة حتى على القيام بعدوان بري أو بعملية برية يعني وهو مرتاح فيها. ويعني أنا أقول لكل إنسان أن يتخيل حتى الجندي الإسرائيلي في ظل الضربات الجوية يكون مصابا أيضا بحجم الذعر، هذا يعكس مستوى الذعر الذي يصيب جنود العدو وضباط العدو والقوات التي تغولت إلى أطراف قطاع غزة. أما التغول الآخر الذي كان في منطقة يعني جحر الديك، أيضا هذه منطقة مفتوحة وقريبة جدا، هي أضيق منطقة في عرض قطاع غزة يعني بين البحر وبين السلك الزائل مع أراضينا المحتلة عام 48، منطقة ضيقة جدا، شريط ضيق لا يتجاوز 7 كيلومتر بالمناسبة. ولذلك أيضا حتى رغم كل ذلك ضربات المقاومة لم تتوقف، رغم أنه كان في أرض مبسوطة ومفتوحة غير مأهولة على الإطلاق، لكن ضربات المقاومة لاحقت هذا العدو سواء هنا في وسط قطاع غزة أو في منطقة جحر الديك أو في شمال قطاع غزة أو في كل المناطق أو حتى في منطقة البريج، شرق مخيم البريج والمغازي، ضربات المقاومة لم تتوقف سواء بالكورنيت مضادات الدروع أو بالهاون قذائف الهاون أو حتى بعمليات الإنزال خلف خطوط العدو، وكانت هناك عمليات إنزال ناجحة وقوية ومؤثرة للمقاومة الفلسطينية فضلا أيضا عن الضربات التي تلقتها آليات العدو بالمضادات الدروع. في كل الأحوال لم ينجح العدو الإسرائيلي من تحقيق أي إنجاز حتى اللحظة، لم ينجح في تحقيق أي إنجاز على مدار أكثر من 20 يوم أختي الكريمة، وهو يضرب من الجو ضربات قوية وبقنابل أول مرة يستخدمها العدو الإسرائيلي في حروبه لتأمين هذا التغول البري، ورغم ذلك منذ 3 أيام حتى اليوم هو لم ينجح على الإطلاق، لم يحقق أي إنجاز على مستوى طيب التغول. هل في شيء لافت يجب الوقوف عنده لناحية التصريحات كما تقول تحت تصريحات قادة العدو بدأت تدل على التراجع، إن كان من التصريحات نعم للعدو نفسه نعم أم حتى من باقي دول لجأ لها العدو؟ هو حتى هذه اللحظة يعني يحاول أن يبرر، أن يقول للجبهة الداخلية الإسرائيلية بأنه العملية البرية من خلالها يمكن أن يصل العدو أو أن يستعيد العدو أسراه، هذا ما يقوله. لكن من الناحية العملية
هو لا يستطيع ذلك، هو يفشل حتى اللحظة في تحقيق أي من الوعود التي قطعها على نفسه. 24 يوم من المعارك، والمعارك القوية والمعارك الضارية، العدو يتلقى ضربات كبيرة. صحيح أنه يضرب في المدنيين، هذا يؤلمنا، يؤلمنا كثيرا ضرب المدنيين، أعداد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني، أعداد الشهداء الذين يتوالى ارتقاؤهم نتيجة هذه العنجهية ونتيجة هذا العدوان ونتيجة هذه الوحشية الصهيونية. لكن رغم ذلك هناك صمود حقيقي للشعب الفلسطيني على الأرض، هناك صمود حقيقي للمقاومة الفلسطينية، واستبسال حقيقي في الميدان في المواجهة وفي الاشتباك وفي التصدي للعدو الإسرائيلي. هذا كل الحقيقة يعني يخلق حالة من الضغط، يعني المقاومة من خلال هذا الضغط، من خلال الصواريخ التي تضرب العمق الإسرائيلي وتضرب آليات العدو والقذائف التي تتساقط على جنود العدو في 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 محيط قطاع غزة، هذا كله أيضا المقاومة تقول بأنها تملك القدرة على أن تلقي بكرة اللهب إلى جبهة العدو وإلى قلب العدو الإسرائيلي. فضلا عن أن المقاومة بيدها لا زالت تملك أوراق قوية خاصة فيما يتعلق العدو الإسرائيلي. نعم تفضل. ورقة الأسيرات اليوم اللي يعني أرسلت بها المقاومة، دعنا نتحدث عنها حتى اليوم، وكأنه المقاومة يعني تتحكم بالعملية، تتحكم بالأرض، وسيكولوجيا حتى باتت تتحكم بالعدو، هو يتحاول يتفادى يعني أن ينظر إلى هذه الفيديوهات. وكان معنا ناصر اللحام هو زميلنا اللي قال أنه قرر العدو أن لا يرى هذه الشهادات. صحيح صحيح، هو أصبح يدرك يعني ما تشكل هذه الأوراق من ضغط، الأوراق التي تملكها المقاومة أو تمسك بها المقاومة، بات يدرك كم تشكل من ضغط داخلي عليه. ولذلك هو يعني صرح بذلك عندما قال بأن المقاومة الفلسطينية تمارس يعني إرهابا نفسيا، بين مزدوجين أسماء إرهاب نفسي، على الجبهة العدو الإسرائيلي. نحن نقول الآن، وهذا الكلام يجب أن يسمع الجميع، العالم أجمع، أن العائق الوحيد أمام سلامة الأسرى، أسرى العدو لدى المقاومة الفلسطينية، هي حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال. هو الذي يعيق حتى اللحظة، هو العائق أمام لماذا برأيك؟ سلامتهم، وهو العائق أمام التوصل إلى يعني صفقة تنهي هذه المعركة، تنهي هذه المعركة ويخرج بموجبها أبطالنا وأسرانا أيضا من سجون الاحتلال الإسرائيلي. لأنه إلى جانب وقف العدوان والتصدي للعدوان، هذا أولوية أساسية بالنسبة للمقاومة الفلسطينية وبالنسبة للشعب الفلسطيني أيضا، وأيضا من أهم الأولويات لدينا هي تحرير أسرانا من سجون الاحتلال الإسرائيلي. ومرة أخرى نقول أن الشعب الفلسطيني والمقاومة ما تفعل اليوم هو الدفاع المشروع عن النفس. نعم. لأن الحقيقة حتى هؤلاء الأدعياء الذين يتحدثون عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، متى كان في القانون الدولي وفي الأعراف كلها من حق لدولة محتلة، لكيان غاصب محتل لأرض الغير بالقوة، له حق الدفاع عن النفس؟ طيب. هذا كيان معتدي، هذا كيان طيب. غاصب. سيد داود، لأنه أرض الشعب الفلسطيني بالقوة، وبالتالي ما يقوم به الشعب الفلسطيني اليوم هو الدفاع الحقيقي والدفاع المشروع عن النفس. أود أن أسألك أخيرا عن ما يتعلق بالضفة أيضا، لابد من الوقوف عنده، تتطور الأمور بشكل دراماتيكي وسريع، وبأي لحظة ستنفجر الأمور في الضفة؟ ما يجري في الضفة، كيف سيغير الخريطة ربما بأكملها؟ وأود الوقوف أيضا على تصريحات أتت من المقاومة أنه اليوم في دول تسعى لدى الغرب بالسر، بالعلن هي مواقفها شيء، لكن تحت الطاولة تقول اقضوا على المقاومة في فلسطين. هاتين النقطتين لو سمحت. يعني أولا، ما يجري في الضفة الغربية، العدو الإسرائيلي يحاول أن يستغل يعني الحرب الضارية في غزة والحرب الوحشية التي يمارسها
على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للاستفراد في الضفة الغربية ولتنفيذ برامجه وأجنداته التوسعية والدموية في الضفة الغربية. لكن ما قامت به المقاومة في الضفة الغربية، كتيبة جنين وكل أذرع المقاومة هناك، ما تقوم به من تصدي للعدو الإسرائيلي عمليا هي تفشل كل محاولاته للاستفراد بالضفة الغربية. وما يجري هناك عنوانه أن المقاومة تسجل لوحة صمود أخرى رديفة لقطاع غزة هناك على أرض الضفة الغربية، وهذا الأمر قابل للاتساع. ما يجري في الضفة الغربية لن يمر دون رد، والشعب الفلسطيني قادر على أن يواجه هذا العدوان على الضفة الغربية أيضا بكل قوة وبكل شراسة، ولديه سلاح العمليات الفدائية والعمليات البطولية، قادر إن شاء الله تعالى الشعب الفلسطيني هناك والمقاومة على تفعيل هذا السلاح. هذا أولا. ثانيا، وربما يصل إلى العمق الإسرائيلي، إسرائيل هي من تتحمل كامل المسؤولية عما يجري، ومقاتلونا هناك لن يتوانوا ولن يتخلوا أبدا عن واجباتهم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني مهما بلغ ذلك من تضحيات. إحنا في الجهاد الإسلامي قدمنا قيادات خلال الأيام الماضية، قيادات كبيرة على في سرايا القدس في شمال الضفة الغربية، وهم في الميدان يواجهون ويتقدمون الصفوف في مواجهة هذا العدو وفي مواجهة آليات هذا العدو. أما بالنسبة لما يتعلق بموضوع القضاء على المقاومة الفلسطينية، هؤلاء واهمون. كل من يتآمر على المقاومة الفلسطينية عليه أن يدرك أن التاريخ لن يرحمه. التاريخ لن يرحم كل من يتآمر على الشعب الفلسطيني. أولا، المقاومة هي الشعب الفلسطيني. إذا أرادوا أن ينهوا المقاومة يجب أن يكونوا جاهزين للقضاء على الشعب الفلسطيني. هل يستطيعون؟ لأن الشعب الفلسطيني كله مقاومة، والمقاومة هي الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني هو المقاومة. لن ينجحوا في ذلك، حاولوا مرات عديدة. أختي الكريمة، المسألة لا ترتبط بسبعة أكتوبر، بما حدث يوم 7 أكتوبر. يوم 7 أكتوبر كان رد فعل فلسطيني مشروع وطبيعي على سلسلة من الجرائم الإسرائيلية عمرها أكثر من 75 سنة. الحكاية لم تبدأ يوم 7 أكتوبر، الحكاية بدأت يوم أن وطئت أقدام هذا الاحتلال هذه الأرض المباركة والمقدسة. الشعب الفلسطيني في حالة جهاد وفي حالة دفاع عن نفسه. الشعب الفلسطيني يمارس حقه المشروع في الدفاع عن النفس في المقاومة المشروعة، وسيواصل هذا الحق 7 أكتوبر، 8 أكتوبر، 9 أكتوبر، في كل وقت وفي كل حين، في كل زمان، في كل تاريخ. للعالم كله مع الشعب الفلسطيني وقفة عز. هذا الشعب لا يمكن أبدا أن يستسلم، لا يمكن أبدا أن يرفع الراية البيضاء، لا يمكن أن يقبل بالتعايش، لا يقبل بوجود هذا الاحتلال على أرضه المقدسة، لا يمكن أن يقبل باستمرار تدنيس المقدسات، المسجد الأقصى المبارك. هذا الشعب الفلسطيني أقدامه ضاربة في هذه الأرض، لن يرحل، لن يستسلم، لن يفرط، لن يساوم، لن يقبل أبدا أن يساوم على ذرة واحدة من تراب أرض فلسطين، وسيدافع عن كل ذرة تراب من أرض فلسطين حتى لو بلغت التضحيات مهما بلغت. كل شكر لك. عمر الشعب الفلسطيني يقدم تضحيات، طوال عمره ماشي في مشوار المقاومة وفي مسيرة المقاومة. شكرا لك سيد داود شهاب، مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي، كنت معنا من غزة. قبل أن أعود إليك سيد غسان جواد، عذرنا على التأخير، لكن التطورات على الأرض كثيرة. دائما نعود من جديد إلى زميل مهدي الديراني، أو ينضم إلينا زميل مهدي ديراني من جنوب لبنان. مهدي تفضل. مهدي، يبدو الاتصال غير جاهز مع زميل مهدي الديراني، سوف نعود إليه فور جهوزيته ونتابع هذه الصور من أكثر من يعني ساحة جنوب لبنان بأكثر من مكان، هي مشتعلة. صور في جنوب فلسطين المحتلة أيضا من أكثر من زاوية. نعود إلى ما شاهدنا في غزة، سباق مع الوقت لإنقاذ روح من موت يبدو محتوما، وأطقم طبية تبذل كل ذرة طاقة لديهم في ظل نقص الإمكانات والمستلزمات الطبية، وصولا إلى أسعاف الجرحى على أضواء الهاتف. عدل 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 عدل.
أود التعليق معك سيد غسان جواد على هذه الصورة اللي مرت. يقولون لك إياك وأن تعتاد على المشهد أو أن يصبح طبيعي بالنسبة إليك، لكن المشاهد كل يوم أفظع، يكون وقعة أجنة أطفال رضع، لا شيء ضمن المنطق رغم كل هذه الأيام التي مرت. قادر على استيعاب ما تقوم به إسرائيل اللي حتى يعني قامت الدنيا من داخل الإسرائيليين أنفسهم على هذه المجازر؟ يعني 42% من ضحايا العدوان بعد طوفان الأقصى هو من الأطفال ومن النساء ومن الشيوخ، والعدو لم يقم بأي إنجاز عسكري نوعي، هو يقتل فقط، يقتل الأطفال والنساء ويستهدف المباني العزلاء والمستشفيات والمنشآت المدنية وطرق الطوارئ والإغاثة. هل من هذا يعني نفهم أنه قريبا يعني سيتم إعلان استسلامه؟ حتى اليوم خلص يعني وصل لآخر الخط، الزخم يعني عم بيخف. الدولة الداعم لهذه العملية حتى أمريكيا بلشت في تغير ما باللهجة، حتى أوروبيا واضح امبارح سفير فلسطين في الأمم المتحدة يقول شعرنا بتغيير طفيف في المواقف الأوروبية، ولكن أيضا حتى داخل الكيان الإسرائيلي بدأ السؤال إلى أين وما هي جدوى ما نقوم به. نحن في اليوم 25-24 ولم يقم الجيش بأي إنجاز، بأي بالإضافة للأسرة إضافة وأهل أيضا وضغوطات الأسرة. في الأسبوع الأول كان هنالك زخم ممنوع حدا يحكي، بالتاني بلش يخف، بالتالت والمعلومات بأنه الخنهار الجمعة بالليل الماضية كان هنالك توجه يقوده القطريون بدعم سياسي إقليمي ودولي وبتفاهمات من أجل الشروع بوقف إطلاق نار إنساني وهدنة إنسانية تؤسس لمسار سياسي لاحقا، ولكن نتنياهو ويبدو بضوء أخضر أمريكي أعطوه 48 ساعة 72 ساعة المفروض اليوم بيخلصوا، وبعهد 48 ساعة أوغل في القتل في محاولات المناورات البرية، ولكن كان يدخل على مناطق فارغة قصفها بالنابالم وبكل أنواع الصواريخ الموجهة، وعندما يدخل 200 متر يخرج إليه المقاومون ويبادرون إلى الاشتباك معه وإلى تكبيده الخسائر. بالأمس المقاومة الفلسطينية أرسلت رسالة لحكومة إسرائيل وللجمهور في الكيان الصهيوني وللأمريكيين ولكل داعمي الحرب بأنه بعد 24 يوم من القصف والقتل والتدمير لا تزال تمتلك روح المبادرة وتستطيع أن تقوم بعمليات خلف الخط الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة بمعبر إرتز، عملية إرتز. هذه كانت رسالة لكل من كان ينتظر أي إنجاز في المناورة البرية أنه لا، لم يعد يستطيع الإسرائيلي أن يفعل شيء، ومع أنه قصف غزة ودمر الكثير من أحيائها وقتل الكثير من مدنييها، البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية لم تتضرر على الإطلاق. تستطيع أن تقوم بمبادرة وبإنزال خلف خطوط العدو، وتستطيع أن ترمي وتقصف بالصواريخ الموجهة والبعيدة، ولذلك لم يعد أمام نتنياهو إلا أن يتجرع كأس الهزيمة وأن يعترف بالوقائع، وهذا سيكون زلزال داخل إسرائيل بكل الأحوال. يعني الزلزال الذي قامت به طوفان الأقصى بعد العملية العدوانية اليوم وهذه الهزيمة النكراء حتى الآن، عندما تتوقف العملية نتنياهو هو الضحية رقم واحد بالسياسي لما جرى، ثانيا حكومته إلى أين، ثالثا المجتمع الإسرائيلي إلى أين، من سيعطي الأمان بعد الآن للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة وعلى تخوم غزة وفي كل المناطق الموجود فيها فلسطينيون. نحن أمام باللحظة اللي بتخلص فيها الحرب سندخل أمام مرحلة جديدة على مستوى القضية الفلسطينية، ولكن إذا لم يجري إعطاء الفلسطينيين مكتسبات جدية أبعد من تبادل الأسرى، تبادل الأسرى منذ اليوم الأول هو في يد الفلسطينيين، ولكن مكتسبات لها علاقة بمسار سياسي
وحتى الإسرائيلي يعرف ذلك يعني بشخصية فلسطينية، قضية فلسطينية. القضية الفلسطينية ليست إعاشة وتحسين حياة الفلسطينيين ولا السلام الاقتصادي الذي يتحدثون عنه. هنالك كرامة وطنية وقضية فلسطينية عززتها اليوم صمود طوفان الأقصى والشعب في غزة وحالة التناغم، ورغم كل التآمر يعني طبعا رغم كل الدعم والصمت الدولي على هذه المجزرة وهذه الجريمة المفتوحة، ماذا حقق؟ يقتل ولا يقاتل. منذ اليوم الأول قلنا نتنياهو يقتل ولا يقاتل، لم يقاتل حتى الآن. بالمقابل الفلسطينيون لا زالوا حتى الآن يقاتلون. صحيح. رغم التدمير ورغم حالة يعني النظر إلى الفلسطينيين على أنه يعني هؤلاء يجب أن ندمرهم ونقتلهم بأطفالهم بأجنتهم مثل ما كنت عم تقولي، رغم هذا الأمر كان الصمود أسطوريا. صحيح. سنذهب إلى جنوب لبنان أيضا للوقوف على زاوية أخرى مع زميل مهدي الديراني، وأصبح جاهز معنا. تطورات عندك مهدي، تفضل، يعطيك ألف عافية. تحياتي علا، تحية لكم وتحية لمشاهدينا الكرام. دعيني أبدأ في البداية من بيان صدر عن المقاومة الإسلامية، إذ أعلنت استهداف موقع جل العلام في النقورة بالصواريخ الموجهة، وأكدت المقاومة الإسلامية تحقيق إصابات مباشرة في جراء هذه العملية. بالتزامن يأتي هذا البيان يعني بعد أن قد شهد القطاع الغربي أيضا يعني قذائف أو قصف مدفعي من قبل الاحتلال الإسرائيلي في بلدات القطاع الغربي. أما هنا حيث نتواجد في بلدة عيتا الشعب، فمنذ ساعة تقريبا كان قد كثف الجيش الإسرائيلي ضرباتها عند المحيط بلدة يعني عيتا الشعب، ويعني خراج هذه البلدة وتحديدا مقابل سكنة برانيت، حيث شهدنا يعني أعمدة الدخان، وأيضا كما نشاهد هذه هي السكنة، سكنة برانيت هي تقع إلى جانب تل الراهب، يعني حيث شهدنا صباح هذا اليوم وايضا عند ظهر هذا اليوم استهداف ل يعني مخارج او صح التعبير عند بلده عيتا الشعب. اما منذ ساعه تقريبا كنا نشهد قصف مدفعي وهو عنيف الى حد ما، كان في هذه النقطه كما تشاهدون في محيط عيتا الشعب. وبطبيعه الحال هذا الاستهداف يأتي بعيدة، يعني كان هناك أيضا بيانات للمقاومة الإسلامية تحدثوا عن استهداف لموقع رأس النقورة البحري بالصواريخ، وأيضا لموقع المطلي، وأيضا لموقع بياض بليدة بالأسلحة بطبيعة الحال المناسبة. وأكدوا بأن هناك تحقيق لإصابات مباشرة في هذا الهدف، وكان الاحتلال الإسرائيلي بطبيعة الحال رد من خلال عشرات القذائف على يعني الجزء الشرقي من بلدة يعني الأطراف الشرقية لبلدة بليدة. فالصورة الآن يعني يمكن أن نقول هنا هو تكثيف للقذائف المدفعية عند محيط بلدة عيتا الشعب. نذكر بأنه ظهر هذا اليوم تقريبا أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد استهدفت منزل في عيتا الشعب دون وقوع أي إصابات بطبيعة الحال، وبانتظار ربما أي مستجدات من هذه النقطة. إليك علا. كل الشكر لك زميل مهدي الديراني، كنت معنا من جنوب لبنان. نتابع في مشاهدنا المشهد الذي سنتابعه الآن من مستشفى الشفاء، المستشفى الذي يهدد الاحتلال باستهدافه. هناك مئات الجرحى وآلاف النازحين الذين يؤكدون أنهم لن يغادروا. احسن مكان وامن مكان هو لنا الشفا هنا، فاحنا اجينا هنا على الشفا. اليوم احنا باليهود بتقول لك انهم بدنا نخبط الشفا، بالنسبه لنا يخبطوا الشفا ما يخبطوش الشفا عادي، امور عاديه يعني صارت عندنا، احنا بنخافش يعني يخبطوا ايش ما بدهم يسووا، احنا بالاول وبالاخر احنا شهداء عند ربنا واحنا بدنا نموت في الشفا.
رغم كل التهديدات ورغم كل المصائب. احنا مش هنطلع من الشفا، وين نروح؟ اول حاجه التهديدات ما بترهبش شعب غزه، خاصه شعب غزه، لانه احنا شعب الجبارين، طول عمرنا صامدين، ولدنا بنشرب مي مالحه، وهي في الشي مي برضه بنشرب مي مالحه، ولكن احنا صامدين على الارض ما بنتحركش. يذبحوا ويقتلوا ويعملوا اللي بدهم اياه، وهينا قاعدين مش حنرحل. بده يرحلنا هو اللي يرحل، لانه هو اللي احتلنا، هو اللي اجى علينا. واحنا بنقول كل اللي في الشفا وكل اللي في غزه فدى المقاومه، فدى المجاهدين، وباذن الله النصر اتي لا محال. أستاذ غسان، يعني الصمود لأهل غزة والفلسطينيين ليس بجديد، نعرف تماما من هم، لكن اليوم المخاوف جدية على المستشفيات، خاصة عندما يكون الإسرائيلي مأزوم ومنهزم ولم يحقق بعد أي إنجاز. ومعروف عندما تبدأ يعني الأحاديث حول تسويات، دائما قبل وقف إطلاق نار، قبل هدنة، قبل أي شيء يقوم بمجازر. يعني ممكن أن يذهب إلى هذا التهور، إلى هذا يعني كما يقال يعني يسقط من الهاوية؟ يعني أمام حالة الجنون الإسرائيلي والأزمة والمأزق الذي يعيشه رئيس الحكومة والحكومة وداعميهم بعدم وجود أي إنجاز اليوم في الميدان سوى القتل والتدمير، لا شيء مستبعد، يعني على الإطلاق لا شيء مستبعد. وما تقوم به إسرائيل يؤسس لاتهامها بعد انتهاء الحرب بمجازر ضد الإنسانية وبجرائم حرب وبجرائم إبادة. كل ما قامت به بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يؤسس لاتهامها بهذه الجرائم، يجب أن تكون في لحائق مباشرة. وبالأمس يعني على الرغم من أنه كريم خان لديه شكل من أشكال تعاطف المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل، إلا أنه حجم القتل والتدمير وقتل الأطفال، 42% أطفال الضحايا، 42% من 8000 أطفال، أطفال هالقد. ورغم أنه منحاز لإسرائيل طلع عمل مؤتمر صحفي وحكى عن التأسيس للنظر فيما تقوم به إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية. والشعب الفلسطيني لا ينتظر لا الجنائية الدولية ولا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن هؤلاء أوكي، ولا الرأي العام العالمي أيضا. هذه عناوين مهمة إذا ما ناصرت قضية فلسطين، ولكن هو يتكل على سواعده وعلى مقاومته وعلى قدراته وعلى وحدته الوطنية التي تجلت بأبهى صورها بالرغم من كل الانقسامات داخل غزة وفي تكامل الفصائل الفلسطينية بين بعضها البعض في الميدان. الجميع يقاتل قلبا واحدا، رجلا واحدا، قبضة واحدة، ويكبد العدو خسائر ويمنعه من التقدم. سوف تدرس لاحقا غزة بوصفة يعني نموذج يشبه ستالينغراد ولينينغراد والنماذج التي دمرت في التاريخ ولم تستسلم. صحيح. وانتصرت في النهاية. وهذا ما قام به الغزة، هم يعرفون يعني هذا الصمود، ويعرفون أنه قد يستهدف، مش قد، أكيد ربما، لأنه يعرفون أي لا أخلاقيات لدى هذا العدو. فمن هنا تأتي أهمية هذا الصمود. يعني صدعوا رؤوسنا بالقيم في الغرب، جمال هذه الصورة من جنوب فلسطين المحتلة لمغيب الشمس. جميلة فلسطين، جميلة جدا. يعني فلسطين هي درة التاج في المنطقة تاريخيا، بمواردها، بموقعها الاستراتيجي، بربطها بين ثلاث قارات في افريقيا واسيا وعبر البحر اوروبا. ارض كلها فيها خير. ولم يسرقوا فقط الارض، بل سرقوا الموارد والثروات والهواء والاشجار والعصافير والفراشات والورود. نعم. وسرقوا حياة الناس. شكرا لك غسان جواد، يعني سرقوا كل شيء، وصلوا للحمص، التبولة، الأغاني، ما خلوا شيء ما سرقوا. إن شاء الله شعب فلسطين سيستعيد بعد هذه التجربة. أصلا ما راح شيل، كل يعرف الحقيقة بإذن الله. كل الشكر لك سيد غسان جواد الكاتب السياسي على المشاركة معنا في الصورة الشاملة. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه التغطية، شكرا دائما لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.